أصبحت ظاهرة الذبح العشوائية وبيع المواشي في الطرقات والأحياء السكنية مصدر قلق واستياء لسكان محافظة كربلاء، فقد عبر المواطنون لقناة زاكروس عن مخاوفهم من الآثار الصحية والبيئية الخطيرة التي تترتب على هذه الممارسات وما تحمله من مخاطر مباشرة على سلامة المواطنين. يوجد هنالك ظاهرة غير حضارية هي ذبح المواشي في الطرقات وحتى طريقة الرعي في داخل المدن. هذه الطريقة غير حضارية ولا تليق بمحافظة كربلاء المقدسة، بعد ما تم هنالك الكثير من التوفير الأماكن الخاصة لهذه الطريقة ولهذه العملية. فنطالب من الجهات المختصة وخصوصا دائرة صحة محافظة كربلاء بمنع هذه الحالات. نحن أبناء محافظة كربلاء نعاني من هذه الظاهرة السلبية التي تنعكس سلبا على المواطن الكربلائي، فنطالب من خلال كامرتكم إلى مديرية بلدية كربلاء المقدسة إعادة النظر إلى هذا الموضوع الذي ينعكس سلبا على الشارع أيضا وعلى جميع المارة من خلال هذا المكان أو هو ما يسمى بالوقفة أو ما أشبه بذلك. فنطالب إلى الجهات المعنية إعادة النظر بهذا الموضوع. ويعزى تفاقم هذه المشكلة إلى ضعف الرقابة الحكومية وعدم تطبيق الإجراءات القانونية بحق المخالفين وفقا لما أفاد به بعض المسؤولين الحكوميين، كما أدى غياب تخصيص أماكن محددة لعمليات الذبح إلى انتشار هذه الظاهرة بشكل لافت، مما عزز من ممارسة الذبح العشوائية خارج الأطر الرسمية. انتشار مساحات بيع المواشي في أغلب أحياء محافظة كربلاء بدون حصولها على إجازة من قبل البيئة أو من قبل الصحة أو من قبل المستشفى البيطري أو من قبل البلدية، وهذه حقيقة ظاهرة مخالفة لقانون البيئة وقانون وزارة البلديات أيضا، لأنه هذه اللحوم تكون في أماكن تشكل إرباك وإزعاجات وأيضا روائح أيضا تنتشر نتيجة وجود هذه الساحات في الأحياء السكنية القريبة منها. وتعد هذه الظاهرة تهديدا مباشرا لصحة الإنسان، حيث يتأثر المواطنون بشكل مزدوج، فمن جهة يكونون على تماس مباشر مع هذه الحيوانات في الشوارع، ومن جهة أخرى يعدون المستهلكين الرئيسيين لهذه اللحوم التي تباع غالبا من دون رقابة صحية كافية من الجهات المعنية في المحافظة. من كربلاء معتز العبودي، زاكروس تي في.